السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا يعني وين المراسله تاع الاتحاديه تاع الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، يعني انا ترجمتها وعرفت كيفاش نترجمها، يعني الترجمه هذه ماذا بكم انتوما تفكوها وحدكم. انا راني ترجمتها بلونجلي وبليزانديا، خاطش عليها كاين بعض الناس بعض الصحابيين، يعني كاين واحد صحابي ولا زوج اصحاب الاوهام، اصحاب بيع الاوهام والمواصله في بيع الاوهام للشعب الجزائري من اجل المصلحه تاعهم، باش مين يدير اللايف الناس تطلع عندو يعني ويخافوا من ذاك مش راكا هذاك الشكاره والساشيات اللي معاه. هذا مكان مهم، كانوا يد واحده ضروك كل واحد، يعني الكذب والفروع، كذب كذبه ويعرفوا كيفاش يفرعوها بيناتهم. هذا مكان يعني الكذب على بطريقه تتفرع بين الناس هذو اللي يكذبوا، يعني كل واحد يدي نقاط، يسيب صباح ايا مسا، واحد يقول لك صباحيات، واحد يقول لك كل واحد يعطي اسم كلمه تاع حرف واحد. هذا مكان حنا انا ترجمتها لكم ونعرف كيفاش نترجمها لكم. الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا وين يصدر بيان الاخير وين قال كلمه اتاسف، وهي آسف على الجزائر الذي طار الثلج وبين المرج، هذه تاع آسف. وتأسفت الفيفا للشعبوية وأصحاب بيع الأوهام للجزائريين ومناصرين المنتخب الوطني الجزائري، هذه تأسفت. تأسفت الفيفا للمستوى الرديء الذي بلغته هذ الناس هذو، خاصة بعض القنوات، احنا عند قناة لا زوج، بعض يعني ناس كنا نشوفو فيهم، يعني واحد يقول لك انايا صاحب جمعية خيرية تاع فساد، واحد يقول لك انا صحافي راه يتصور لك في ريستورون راني متصور، واحد يدير لك واحد يقول لك انا شت لوفلوب، واحد يقول لك اروح عندي نقول لك الحقيقة. وشافوا بلي الشعب ماشي معاهم، شاو الشعب. من بعد يخرج لك الشعب يدير لك هاك، كان اللي يكومونتي لك يدير لك هاك، هما المهم زغدوا. يا ودي تزغد بالكذب، ما نزغدش بالكذبة، ما نزغدش بالكذب. هاو تزغد انت، يا كي تزغد هاو انت تقول لي بلي عندي لا بريف، نروح معاك واقف معاك مع التالية يقول لك اعطينا لا بريف، نقول لك اعطيهم لا بريف، مش يقول عندي لا بريف، تقول لي لا مكاش، لا غير بغيت نجي نشوف. هذه كي نولي نشوف فيك انايا، كي نولي نشوف فيك خويا ما جاتش هضره. يقول لك اه هما مهم عندهم حراره وداروا داروا كذبوا عليكم، كذبوا عليكم. هذا الشكاره هذا يعني باش يبين اسم تاعو للسلطه، الا خاصكم بكايات رانا هنا. وهذوك هذوك الساشيات تاع لابوبيل يخدموا القنوات تاعهم. هذا مكان انا نقولها لكم عليه، انا نخبركم عليهم. هذا مكان حاجه واحده اخرى مكاش ما التالي كاع. على هذيك الفيفا قالت لكم اتاسف، هذه هي. تاسفت الفيفا للكذب وسوء التفليق اتهامات الباطله. هاك شتو نهار اللي خرجوا البيان باللي ترسيم النتيجه، خرجوا ولاو يعايروا في الناس. انت تقول باللي بارتيا ما تعاودش تولي خائن بالكذب، تقول بارتيا كاينه، تارك مجاهد يعطوك يعطي امتيازات، غير يقول راني مع البارتيا تتعاود، راك مجاهد بالكذب. بالكذب هذا، نقول راني شوف، قول باللي لعبنا مليح
قول باللي كونتر كاميرون لعبنا مليح وكنا قادرين نربحوا البرازيل بسبعة. وقول باللي المدرب حط تشكيلة وطردقة ولعبنا تاكتيك دو جو سكان القمر وما يتهموشي هذاك تاكتيك دو جو. وزيد قول باللي البارتية تتعاود، انت اكبر مجاهد ومفجر يعني الانتفاضة تاع 1830 ماشي تاع 1954. هذه هي ولا المسيرة تاع 48، هذه هي. قول كيما هكا، قول كيما هكا تولي مجاهد، تولي محبوب، تولي الناس تسمع لك، لا ما تكذب، المهم تولي محبوب. تاع كي تقول يا ودي يا جماعة ما غاديش نبيعوا الاوهام. البارح شاهدنا رضا عباس مع ذاك السيد، يا خويا وانت رد على رضا عباس، ها رد على رضا عباس الملف اللي قلت بلي غادي نهز به الموند، وين راه؟ وين راه؟ ولا كذب عليكم بشكاره؟ غلطك فريق بشكاره؟ انت كي غلطك بشكاره، كي غلطك بشكاره، هذا كي ظل في لي زوتير بدا السربيته ينشف الاولاد الامراء. كي يخرجوا يدخلوا، كي يخرجوا يكملوا الماتش، ماتش اوي كرو ولاد الامراء يلاقي لهم بالسرابيت ينشف لهم العرق. هذا مكان غلطك هذاك، وين تاسفت الفيفا لملف الفارغ الذي رفع الى مكتبها ولا يستند الى اي حجج واقعيه او ملموسه. تاسفت الفيفا على تضييع الجهد بعض الجزائريين في وقتهم في رفع أصواتهم المسعورة وإعلان عنصريتهم ضد قاراتهم السمراء. تأسفت الفيفا لأن الشعب الجزائري ومسؤولي كرة القدم فيها لا يعرفون التفريق بين مسؤولية الحاكم الفار وحاكم الساحة. تأسفت الفيفا لأن البلد مثل الجزائر يتلاعب فيه الأنذال، يعني تلعبوا بهم الشعب الجزائري وتلعبوا بهم الأنذال والأشرار والسراق برجاله شرفاء وأنصار حقيقيين وتلعبوا بهم. ونسأل يعني نقولوا كل طاقته ويمنحهم ومنحوهم آمال مزيف لم يدم أكثر من شهر، يعني أكثر من أسابيع، يعني آمال مزيفة. وتأسفت الفيفا لأن المراهقين والداعمين الأخلاق هم الذين يعني نقولوا المدعمين الأخلاق هم الذين يواجهون الرأي العام بما فيها من وين نقولوا بلي مخلين دكاترة، مخلين علماء، مخلين يكتبوا والباحثين وكلش. تصيب انت واحد في التيك توك برحمه، كيف انا نخلي يا عباد الله، كيف نخلي الناس اللي يعرفوا البوله يهضروا بعقلانيه ولاو يجوا عطاو رايهم؟ قالوا دي ما ناس تعاير فيهم. يخرج كوافير دحمان، انا والله ماني ضده، يخرج كوافير دحمان قسما بالله ودرهم كاع، ودرهم كاع اتبع هذاك. انا نعقل عليهم في رمضان هذاك بول الحياه دار لهم دحمان راه يحلف فيها، ثم يتبع نتبع دحمان ولا نتبع مشكاره، دحمان ولا مشكاره، اي راح مع مشكاره. تعال كل شي غورده، تبغيني ما نبغيهاش، تبغيني ما تبغينيش، تبغيني ما نبغيهاش، تبغيني تبغينيش، كيما هكا. اي بعد راح معاه. اظن هذا هو سر تاع الفيفا وين تأسفت، يعني سر عميق والله اعلم. انا راني ترجمت لكم هذا السر تاع تأسفت، تاع تأسفت، هذا هو السر تاع تأسفت. عرفتوا كيفاش؟ انا شحال من واحد الناس ردت الرايه البيضاء، الناس اللي كانوا يقول لك لا، انت شحال من واحد عيط لي والله العظيم اللي يسمحوا لي كلي يكون نهدر ما نجيبش كوبيا لا فلان باش نهدر معايا يسمح لي برك. والله العظيم لا يطلبوا كاين اللي يطلب السماح، يا ودي انا ما انا نورمال خويا، انا
بالك غلطوك باش تكذبني تكومونتي تعايا نشعب الواحد قال لي دخلت ذاك كومونتير راني وصلتك ربي يسمح لي يا ودي انا نورمال يا ودي انا ما نسمحش الناس اللي يدملوكم باش تعايروني ماشي انت انت الله غالب تبغي ليكيب ناسيونال سيبورتير بانت لكم باللي حنا ماناش باغيين وليتو تعايروا بصح انا ما نسمحش للناس اللي يدملوكم عايرونا هذا مكان تحيه الجزائر نبقاو مع ليكيب ناسيونال رغم الصعوبات اللي غادي نتلاقاوها بصح نبقاو مع ليكيب ناسيونال.